هذه مسيرة الاتحاد الوطني للشغل المغرب تجري هنا في مدينة الدار البيضاء، كما أن عندنا مسيرات في مختلف المدن والجهات المغربية. اليوم كنخرجوا في فاتح ماي كما كنخرجوا في كل سنة، أولا لتهنئة الشغيلة والأجراء بهذا اليوم العالمي، وهي مناسبة لكي نعبر عن ارتياحنا أقول لما وقعناه من اتفاق بيننا وبين الحكومة يوم 25 أفريل. ارتياحنا لأنها فرصة لا ينبغي أن نضيعها، كل فرصة أتيحت لنا في أن نحقق أي مكسب من المكاسب لا يمكن أن نفوتها ولا نضيعها. وتتذكرون أننا ضيعنا فرصة توقيع اتفاق مع الحكومة السابقة بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران في 2016، وما بغيناش هذه السنة مرة أخرى أننا نضيع الأجراء المغاربة في الاستفادة من نتائج اتفاق لمدة 3 سنوات أخرى. ولذلك رغم أن اتفاق 25 لا يستجيب إلى كل مطالب الأجراء المغاربة، إلا أننا نعتبره خطوة مهمة وأساسية لاستجبات الزيادة في الأجور، واستجبات الزيادة في التعويضات العائلية، واستجبات لتحسين شروط ترقي مجموعة من الفئات. ولكن في نفس الوقت كنقولوا حنا مازالين متبوعين بعض مقتضيات اتفاق 26 افريل، كنقولوا بان توقيع الاتفاق لا ينتهي به الحوار الاجتماعي، وانما الحوار الاجتماعي ينبغي ان يبقى مستمرا في مجموعه من القضايا الاخرى. وكنقولوا بان الاتفاق لكي يكون ناجحا لابد ان نعطي عنايه كبيره لاتفاقات قطاعيه، واخص بالذكر اساسا قطاع التعليم، واخص بالذكر قطاع الصحه وغيرها من القطاعات التي تحتاج منا اليوم الى مجهودات كبرى من اجل تجاوز كل انواع الاحتقان. هذا الاتفاق اللي وقعناه كنعتبروه في مصلحه ديال الشغيله الان وممكن يتطور في المستقبل، كنعتبروه رساله مهمه واساسيه لبلادنا، المواطنين المغاربه للداخل والخارج، ان المغرب الحمد لله بلد قادره فيه حكومته ونقاباته والمشغلين اللي فيه رغم الاختلافات اللي كيمكن تكون موجوده قادرين يجلسوا كلهم على مائده حوار واحده ويتفقوا ويقدموا تنازلات مع بعضهم البعض للوصول الى توافقات. وهذا كيشرف بلادنا، كيشرف نقاباتنا، كيشرف حكومتنا، كيشرف المشغلين عندنا في بلادنا.